السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديال اليوم هو موضوع تجاري محض 100%. اليوم غادي ندير معكم واحد البرنامج ديال هاد السكان هادو اللي جميلين اللي خدموا فيهم البنات ديال الستاج اللي معايا. شوفوا شحال من ساك تبارك الله ما شاء الله، وبهاد الملصقات اللي هما تقريبا شبه بالمجان اللي بغاهم يتواصل معنا، وحتى جان يعني هما اللي داروا هاد الابتكارات وهادشي. ولكن قالوا لي استاذ دير لهم فيديو للمتتبعين ديالك واللي كيقراو عندك واللي فان ديالك، وقلت ما كاين حتى شي مشكل في هاد الصيف هذا، غادي يبغيو هاد السكان الجميلين وبدعوا فيهم، وكل ساك حطت فيه التلميذه البصمه ديالها. نتمنى توفقوا في هذا المشروع هذا، وكنشوف بان غادي توفقوا فيه، واللي دارته راه غادي تربح، لان هذا الثوب هذا الخيش يعني راه متوفر في السوق ولكن ماشي بكثافه. اذا هذا البرنامج هذا اليوم بغيت نديره معكم هو قلت لكم تجاري محض 100%، ونتمنى تبعونا حتى لاخر الفيديو في مفاجات ديال التلصيق ديال هادو. راه كاين فيهم مجموعه ديال العلامات، كاين نايك كاين اديداس كاين مجموعه ديال الاشياء اللي هي جميله ومتوفرين، ما متوفرينش بزاف في الاسواق، ولكن اللي بغاهم يتواصل معنا. يلا اوكي سي بون، اذا غادي ناخذ 45 من هنا لهنا. الا كنت ما غاديش نديرو بحال هذا سامبل، هذا ما كياكلش بزاف سامبل عادي، ولكن هذا تي كونسومي بزاف تو، والاختلاف ديال الثمن. اذا غادي ندير معكم هذا على هذا الشكل، نديرو على الاخوان تسحابه ولا بلا سحابه؟ بالسحابه. اوكي سي بون، اذا الا كنا غادي نديرو بالسحابه غادي نزيدو نطلعو له شويه الفوق على هذا الشكل اكثر من 45 باش نطويو عاوتاني العدد هنايا، نديرو اكثر من 45. صافي 45 واخا سي بون، يلا على 45. اذا غادي ناخذو على 45 على هذا الشكل، هذا غادي ناخذ 45 ديالي هنايا، لاحظوا معايا خمسة وربعين على 50، إذا ها هي 50، وهادشي اللي كتشيط كتشيط لنا الحزام. ونشد ونقطع، كي درتو ولدي كنبغي نشوف الحزامات ديالي هاهوما على هاد الشكل، كاين اللي داير فيهم 55، كل واحد شنو كيدير فيهم على حسب لي طاي دارو الدراري، يعني الحزامات طوال وقصار على حسب لي طاي، الإنسان لي طويل على حسب لافورمولوجي ديال الإنسان. على شكل قائم الزاوية من هنا لهنا باش ندير الجيب، إذا قلنا 27 على 22 إذا غادي ندير 30 باش نكفف 30، 27 على شحال؟ على 25 باش نقنا البلاصه فين انا بركة الله غادي نجمع هادشي ونبداو الخدمة ديالنا هنايا. يلا نمشيو نخدمو. اذا اول حاجة غادي نخدم هو الجيب ديالي، نطوي فيه عدد ديال 3 سنتيم على هاد الشكل هذا، بسم الله على بركة الله، ونخيط. اذا على بركة الله غادي نديرو على هاد الشكل. اذا بالاخص الاخوات المبتدئات غادي نحاولوا ما يمكن ناخذوا الموضوع ديالنا على هذا الشكل ونحطوه في الوسط، مثلا نشد هكذا وندير هذه الطريقه هذه، وندير هنايا علامه للذكرى، هذا راه كيتمسح انفيزيبل. اذا بهكذا ونعمل هكذا ونجيب الجيب ديالي وندير استيماسيون علي، ونحط حتى هو الميليو ديالو على هاد الشكل، الوسط ديالو بهاد الشكل هذا، ونحطو معاه هنايا على هاد الشكل، ونوضع لي زيبينغل ديالي. اذا انا ناخذ
طريقه ديال المبتدئات ماشي المحترفات. ملي كنوضعوا لي زيبانكل وكذا كنناقشوا واحد الشريحه ديال التلاميذ اللي هما مبتدئات باش ما يزبلوش في العبارات ويديروا الموضوع ويديروه رائع جميل جدا جدا جدا. اذا كنشد بهذه الطريقه وغادي نخيط. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعد ما انتهينا من هذا المسائل ديالنا على هذا الشكل هذا غادي نحاول ما امكن نخدم الحزامات لا سانتيور. غادي نديرها على هذا الشكل وغادي نقلبها على شكل مزبوط. اذا غادي نشد على هذا الشكل هذا وغادي نقلب. ديفي لهم بيكاج ديفي لهم غادي نشرح لكم كيفاش بيكاج. ها هو على هذا الشكل صافي هما قلبتهم. نفس الشيء غادي نديروا لهذا الحزام الثاني. غادي ناخذ على هذا الشكل الحزام ديالي وغادي ندير بيكاج غرزه كبيره. اذا غادي ندير غرزه كبيره بهذا الشكل هذا اذا انس الثاني على هذا الشكل. اذا غادي نجي نلصق الحزامات ديالي على هذا الشكل. نحاول نجيب هذه الخياطه عندي لهذه الجهه هذه ناخذ على هذا الشكل هذا نهرب واحد المسافه هنايا ها هي ونخيط بهذه الطريقه هذه. اذا نفس الشيء الحزام الثاني نفس المسافه اللي خليت هنايا اللي خليت هنايا نخليها هنايا. اذا غادي نشد نحدق الوساخ ديالي على هذا الشكل هذا ونقص هذا الوساخ باش ما يبقاليش هنايا. ندير كليكاج لهذا الشكل نخدم غير ندير عاوتاني نفس الشيء الجهه الثانيه لهذا الشكل اذا لاحظوا معايا غادي نشد عطيني داك ستيلو عفاك انفيزيبل ونشد هكذا ونشوف المسافه ديالي باش يجيني هادشي مضبوط فين غادي ندير الحزام الثاني. ها هو على هاد الشكل على هاد الشكل على هاد الشكل هذا هو لو بوين دو ديبار. وهنايا كاين عندي بيكاج نفس الشيء هنايا لاحظوا باش يجيني داكشي متوازي وما كاينش اللي لاحظ عليا ملاحظة. اذا ها هو هاد الشكل هنايا غادي يجي هنايا والبيكاج ديالي هنايا. اذا غادي ناخذ على بركة الله باش نخيط لا سانتور ديالي
غادي نقلب على هذا الشكل. اذا هذا الوجه وهذا الوجه. خياطة جبتها لهنايا حتى هادي غادي نجيبها لهنايا نفس الشيء. إذا البيكاجا هو علامة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا مباشرة بعد الانتهاء ديالي من هنايا بعد الانتهاء ديالي من هنايا على هاد الشكل غادي نبدل الفرط ديالي. غادي ندير ديال السنسلة انفيزيبل باش ندير السنسلة ليه. اذا فهاد السيكون التجاريين درنا مجموعة ديال الانواع ديال هاد السيكون. اذا لاحظوا هذا هو وجه السنسلة. غادي نقلبها هكدا ونخلي سنتيم ديال لا ليزير ديال الحاشية هي على هاد الشكل هذا ونخدم على هذا الشكل هذا. اذا راه قلبنا الصباط درنا الصباط ديال السنسله الانفيزيبل. وهنا كنفضل تديروا سنسله ملونه باش تعطي جماليه للموديل ديالنا. اذا غادي نقلب على هذا الشكل ونحط نفس الشكل نفس الشيء ونعاود نخيط بهذه الطريقه هذه اللي امامنا. اذا بعد الانتهاء غادي نحيد الصباط ديالي ندير الصباط العادي باش كنخيط. على هاد الشكل ونشد نحل السنسلة ديالي. لاحظوا نحلها الا خليتها مسدودة ملي غادي نبغي نقلب الساك ما غاديش نلقى منين نقلبو. اذا وغادي نعس هاد الخياطات غادي نقعد السنسلات على هاد الشكل ونقاد هاد الريوس ديالهم بهاد الشكل هذا وندوز الخياطة ديالي على هاد الشكل هذا. نفس الشيء هنايا هادشي اللي كاين هنايا غادي ندير هكدا وندوز الخياطة ديالي على هاد الشكل هذا. اذا هنايا لاحظوا معايا غادي نشد على هاد الشكل هذا وندير هكدا ونقاد ونخيط هاد الغنيات على هاد الشكل على شكل مثلث. الى لاحظتوا غادي ندير هكدا. اذا العدد اللي عندي من هنا لهنا هو اللي غادي يكون عندي من هنا لهنايا. لاحظوا وغادي نشد هذا نفس العدد اللي عندي هنايا غادي نديرو هنا تطبيقي على هاد الشكل هذا. إذن المقاس اللي كاين هنا هو اللي غادي ندير هنايا بهذا الشكل هذا وندير الشكل الثاني عاوتاني في جهة السنسلة.
ها هما باش يعطيني هاد الشكل المكعب. هنا معنا نفس الشيء هنايا، غادي نشد هادو على هاد الشكل وندير هكذا على هاد الشكل. دقيقة، لابد يجيوني هادو مقادين. لاحظوا غادي نشد هذا مع هذا وهذا مع هذا، ما نزلش ما نتسرعش ونخدم بطريقة عقلانية. اذا غادي نقلب الساك ديالي على هذا الشكل، غادي يعطيني هادو هادو. اذا لاحظوا معنا هاد لي كوان هادو، وغادي نقلب على هذا الشكل. ها هو ها هما، ونخرج لي كوان ديالي هاد القناة هادو. ضروري نخرجهم هادو اللي خيطت عاد دابا بهذا الشكل. اذا الساك ديالي بدا كيوضح ليا، دا كيبان ليا على هاد الشكل. غادي نشد هكدا ونخيط على هاد الشكل هذا. كما كتشوف هذا هو الساك ديالي على هذا الشكل هذا. نوقع لي اختيار على هادي، انا كنشوف هادي هي اللي احسن. غادي هكذا، هادو راه متوفرين في السوق الاخوه والاخوات. اذا غادي نحطها بهذه الطريقه هادي على هذا الشكل. اذا غادي نحاول نجيب قرعه بارده على هذا الشكل ونديرها باش تبرد ليا الطابع على هذا الشكل. طاب، وباش نحيد التيكيت ديالي بطريقه جميله.
كنتانو باك داني نكمل رفير روباسي الساك ديالي على هاد الشكل نحددو نكوي بالميكوات باش يبقى ليا ندير ليكم بريزونطاسيون. شوفو اذا لاحظوا هذا هو اللي خدمت معكم وهذا هو اللي خدموا التلميذات على هذا الشكل هذا. اذا لاحظوا سان بون بروجي بالخيش ديال الخنشه هذا وشوفوا الموديلات اللي دار البنات هادو مساليات زوينين ما شاء الله. هانتوما شوفوا سان بون بروجي ما طاح لهمش زعما فشي ثمن اللي هو غالي 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 جدا. بهذا الدرس ديال اليوم او بهذا الموديل هذا ديال اليوم وهذا الملصقات راه موجودين اللي بغاهم يتصل معنا 1000 محضر محضر كاينين يعني وبثمن يعني مناسب جدا حتى النايك كاين بزاف المسائل راه درت بهم فيديو. اذا ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك والتعليق الجميله واللي ما ابونيش معنا يتابونا معنا ولا هجوم. اذا كنشكر كل الاخوات والاخوان اللي تبعوا الفيديو حتى الاخير. ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء في موضوع اخر ان شاء الله.